3D ليزر سكانر انك لم تضيع حق اي واحد بالفريق، وهي ميزه فيك انا يعني بحب دائما ابرزها، انه كنت انا معرفتي فيك يعني علاقه سطحيه، لكن شعرت قديش انت بتعطي كل انسان حقه، وهي نقطه تسجل لك دكتور بصراحه. فهي كانت تجربتي الاولى، وطبعا لقاءات كانت في لقاءات بعدها، لكن لما كمان اشتغلنا بالكليه مع بعض كانت التجربه عميقه جدا بمشاركاتك الدوليه بالواقع اللي كانت مهمه جدا، وانت بلكن يعني للجامعه الامريكيه فخر ان تكون انت موجود معها كديزاينر، وبالنسبه لللاندسكيب بالواقع اعطيت بعد جديد بالنسبه للوطن العربي بمشاريعك المتعدده. وما بدي احكي عنه، وانا بعرف قديش انتاجك يعني ومثابرتك، انت الذي دائما القلم بايدك، وتجربتك هي اغنت اعضاء التدريس عندنا، وبنفس الوقت طلابنا يعني كانت تجربه لهم مهمه انهم يتعرفوا انه مش بس بدي احكي، انا بدي كمان استخدم ايدي وارسم. بالتالي هي كانت تجربه مهمه جدا. مشاريعك مشرحك عليها، بس مستنى صار 47 العدد هلا، لكن بترجاكم انه لما يبدا الدكتور كامل ميوت، وخلينا نعمل نقطة نظام انه الدكتور كامل يعني راح يبدا محاضرته. ما راح نقاطعك دكتور، شو رايك الا غير لما تخلص المحاضرة. اشكرك سيدي، اشكرك. ورجاء اي واحد بده بعد المحاضرة راح نعطي الدور لطلابنا ل 52 العدد، 53 شو دكتور يعني امور كثير ممتازة، 54 عندي سيدي نايف. بس مداخلة صغيرة انا راح يكون ستاند باي معي المهندس يزن محادين. يزن بقول اذا حدا عنده سؤال يكتبه يطبعوا لنا على الشات، واحنا بنقدر يعطيني اياه. ممتاز بس شاكر معنا، اهلا وسهلا شاكر، تحياتي لك. هاي عم انت بتحكي معهم، بس انا لا بشوف بعض الاسماء لان وقت المحاضره. اسماعيل ناد 95، شاكر خليف، some of our students start appearing. حلو، جميل جميل جميل. اوكي 58، شو رايك نخليهم على 60 ونبدا شوي؟ احنا اي وقت بنبلش بيقدر اي واحد يدخل حاط، لانها مسجله، فاي واحد كمان بيقدر يتابعنا. هي صاروا 59، فاي ثينك بيقدر يتابعنا اي واحد بيدخل على الخط. بس بعد صفارات الانذار شغاله. محمد موسى على الخط. محمد تحياتي دكتور، يسعد مساكم. احنا نزلناها على البرزنتيشن داتا شو عندنا المهندس يزن، بس اذا بصير معنا اي مشكله وي ويل ليت يو نو. تمام حبيبي، مرحبا دكتور. 63 دكتور نايف. سيرين الحمود، سيرين تحياتي. بس صغيره بدي اسلم عليكم. سيرين. مين هو؟ الله يخليك، شكرا كثير. احمد سمار الزعمي، شو مسوي في هالبلد؟ والله اهبل كبير. نقيب المهندسين المبدع، نقيب المهندسين المتالق، معناته وصلنا المتالق. يعني انا بشعر بامانه اني تلميذ في مدرستك. اي تلميذ، نحن تلاميذ. اذا انتم كنتوا طلابنا، انتم ابدعتم وسبقتم الكل بامانه. دكتور كامل، انا بعتقد اني انسان متحدث، بس امامك الكلمات بتضيع من عندي يعني سيدي. بس حبيب. هذا الاردن اللي بدنا اياه يا دكتور كامل، سيدي الاردن اللي حبيناه وعشقناه، اللي بيقدم هاي الصوره في كل المجالات. اليوم نقابه المهندسين ببشركم صار لنا من 16 شهر لليوم بنداوم كلنا عن بعد، بنداوم اونلاين، كل مؤسسات النقابه تعمل اونلاين. امبارح شبابنا بلجنه الازمات والكوارث عملوا ميتينج مع شركه هواوي بالصين، ومع مسؤوليين صينيين، ومع مهندسين اردنيين في كل انحاء العالم، حتى نعمل منصه الكترونيه مشتركه لمقاومه كورونا. هذا التجلي، هاي شبابنا اللي بدنا اياهم. لما كنا نصرخ بالم، ولما نقول انه الاردن ممكن يكون افضل من هيك، هذا الاردن عم بتجلى اليوم بالصوره اللي عم نشوفها.
وهاي الحلقة اللي انتم بتعملوها سي طلعتوني من صراعات المقاولين ووزارة الأشغال وظروف القاهرة وتعريف ظروف القاهرة وتوقيع شيكات ورواتب تقاعدية وإلى آخره. هاي الحلقة هي الصورة اللي بتكمل الصورة الإجمالية للأردن اللي إحنا بدنا إياه، واللي بعد كورونا رح نبنيه على هاي الأسس. أنا كثير مبسوط إني بحكي معاكو، وكثير مبسوط إني بسمع للدكتور وبشوف الأصدقاء اللي معاي على هاي الحلقة. الله يخليك مهندس أحمد. أنا حاب أضيف شغلة، إنه هاي تجربة عنا بالجامعة الأمريكية والأوبن نيو هورايزونز نيو فيجن أند ميشن، وبالواقع أنا حتى يعني عم بنفكر كيف إنه يكون جزء من حياتنا بعد ما نرجع لحياتنا الاعتيادية. بالواقع بالديزاين أنا أحكي فيها كعميد إنه كنت متخوف من هاي التجربة بالديزاين، لكن النتائج تدل على أنه الأبروتش هذا كتير ممتاز بالنسبة للديزاين. كنت هلأ أنا مع دكتور ياسر نعمل مع مشاريع تخرج، ففي انتراكشن وفي حضور، عدد الحضور اللي هو يعني بهاي الطريقة أفضل من الطريقة التقليدية اللي عم كنا نعيشها. فبالتالي هاي التجربة يجب أن تعمم. هاي اللي كانت إشكالية بالنسبة لنا أصبحت فرصة بالواقع. كمان بنرحب بالدكتور محمد موسى، فعندنا 74 بنستنى لحد ما ينتهي صفارة الإنذار. فبالتالي دكتور كامل إذا حاب يحكي قبل ما نبدأ بالمحاضرة. لكن كمان أنا معانا دكتور ياسر. دكتور ياسر أنا حابب يحكي لنا شوية عن تجربته مع الدكتور كامل، لأنه هو من تلاميذه. فبالتالي لو دكتور ياسر تحكي لنا لحد ما تنتهي صفارة الإصفار التجربة، وتحكي لنا من هو الأستاذ والإنسان والمعلم اللي هو الأستاذنا الدكتور كامل محدين. يعطيكم العافية، ومرحب كل حدا فيكم من أساتذة وزملاء وطلاب. يعني هذه فرصة كثير من فرص الواحد بيعتز فيها، واللي هي بتمنى انه تصبح زي ما حكى الدكتور نايف عرف ان شاء الله. يعني انا فيما يتعلق بالدكتور كامل صعب افصل بين الموضوعي وبين الشخصي، لانه تجربتي مع الدكتور كامل لها امتداد اكثر من 40 سنة، ساعة ما كان هو تي اي مساعد بحث وتدريس الجامعة الأردنية بأواخر السبعينات. عصرته يعني كان أنا كنت وقتها طالب الدفعة الثالثة الجامعة الأردنية في بداية تأسيس القسم العمارة، وبعدين رجاء يعني الباقين ميوت عشان يكون الصوت واضح. طيب هاي أنا أول واضح شخصي صوتي واضح؟ واضح واضح ياسر واضح. وبعدين زملته كزميل لما رجعت بعد الدكتوراه، درست بجامعة الأردنية لمدة 7 سنوات، درسنا مع بعض مواد مشتركة، كنا مكونين تيم في الواقع، في متخصصين مجموعة من المواد دائما ندخل فيها مع بعض. كانت معنا المهندس لين، وكان معنا مجموعة أخرى من الزملاء، وتخصصنا بالتدريس سنة ثالثة وقتها، بالإضافة طبعا لكل واحد بمجال تخصصه يعني الكورسات كان درس فيها. وبعدها طبعا سمح واشتغلنا بعض الأشياء الخارج العمل الجامعي، والحمد لله هي أخيرا التقينا مع بعض بالجامعة الأمريكية في قسم العمارة، ونعمل مع بعض من برضو فريق متكامل. تجربتي في أو خلينا نحكي أنا دكتور كامل في خلال هالتجارب المختلفة ما تغير صوته عندي، ودائما بحكيها يعني. طبعا كامل كمان التقيت فيه، هذه شغلة كتير مهمة أيام ما كان بشتغل برضو بالعمل العام، واللي هو يعني لا يقل إسهامه فيه وأهميته عن عمل الأكاديمي لما دخل في حق الخدمة العامة. أقاطع دكتور رجاء ميوت عشان يكون الصوت واضح، الكل ميوت ما عدا الدكتور ياسر، وبعدين لما يبدأ الدكتور كامل محاضرته رجاء ميوت الكل. طيب. وهي أنا أول واحد.
دكتور نايف. دكتور نايف اعتقد الدكتور نبيل معنا بعد ياسر، خليه اذا بحب يحكي كلمه ترحيبيه بالضيوف. طيب اهلا دكتور نبيل، يمكن مش سمعنا. طيب فنكمل عشان ما نطول عليكم. فطبعا يعني دور دكتور كامل في مجال الخدمة العامة من خلال المناصب اللي قلدها، سواء كان كمفوض منطقة، كان مسؤول عن منطقة البتراء وبعديها وزير. رجاءً ميوت الكل، رجاءً كمان مرة. اوكي دكتور. اوكي وزير المياه، بعدين مفوض العقبة، كلها يعني تجارب مختلفة ومتنوعة لكن إلها جوهر واحد، وهذا الجوهر دائما كان حاضر بذهني كل ما ألتقي فيه وكل ما أتابعه، إنه يعني دكتور كامل محدين، بروفيسور كامل محدين هو أول وآخر إنسان شغوف، عنده شغف، وإنسان عنده حس يعني مرهف، وهذا الحكي بشكل أساسي بيّن لما تشوفه معظم الفيديوز اللي بحطها، تشوف إنسان ماسك القلم وقاعد على السكتش بوك وبيشرح، بيشرح من خلال رسوماته، بيشرح. وهذا هو زي ما بسمي حاله، هي زريليا فيجوال هيومن، هو بيحكي عن حاله فيجوال ثينكر، انا بحكي هي ذا فيجوال هيومن. اوكي، لانه انسان عنده يعني عاطفي الى حد يعني كبير، وعاطفته هذه يعني مرتبطه بايده، مرتبطه بعقله. فهو لما تتعامل مع انسان تتعامل مع باكج كامله، يعني سواء كان مسؤولا، سواء كان استاذا او زميلا. وهذا هذا يعني الطاقه هذه اللي هي هائله عنده، يعني زي ما حكيت بتبين كل شيء. واتوقع اليوم يعني تجربته في مجال يعني العماره وتصميم معماري يعني حتورينا هالشيء بشكل خاص. فيعطيك العافيه دكتور كامل، واحنا كلنا شوق على يعني سماع ما تود مشاركتنا به اليوم. شكرا دكتور ياسر. اذا كان معنا دكتور نبيل رئيس الجامعه الامريكيه، بحب يعني يحكي لنا كلمتين بهاي المناسبه، لانه احنا بالجامعه الامريكيه عم بنحاول يكون هذا جزء من حياتنا على فكره، بلكن اكبر قسم يعني او كليه مظلومه ولكن مبسوطه بشكل كبير هي كليه العماره والتصميم، لانه ساعاتنا طويله مع طلابنا. حكيت قبل شوي انه كنت انا والدكتور انا من الساعة 12 لحد هلا، واحنا موجودين عم بنتابع مواضيع اجتماعات مع طلابنا بالتخرج، وهلا مع حضرة الدكتور كامل. فبالتالي ساعات طويلة لكن فيها بهجة، فيها انتاج كبير. وبالواقع هاي التجربة هي تجربة رائدة عندنا بالجامعة الامريكية، وراح تكون لها اثر كبير في المستقبل ان شاء الله. اذا حابب يكون الدكتور معنا، دكتور نبيل موجود يحكي معنا، موجود؟ لأن الدكتور سامي حكى لي إنه كان موجود، ما قدرت أشوف الأسماء. من 100 هلا إحنا عنا 101 صاروا، فأوكي إذا معناته راح نبدأ المحاضرة. انتهت الصفارة بتوقع، ها مزبوط. أنا عندي ما بسمع شيء، بس لحظة سامع شيء هلا؟ دكتور تفضل. أهلا أهلا دكتور، بنرحب بالدكتور الجامعه. اهلا بجميع الحضور، نبيل ايوب معكم. طبعا نحن بنمر بظروف استثنائيه. اول شيء معالي الدكتور كامل محدين، انسان غني عن التعريف، هو قامه علميه غير انه قامه وطنيه، و عنده شغف بمهنته كعالم في مجال العمارة، وهو فنان في نفس الوقت،
فيه من الإبداع ما يثري العلم والفن في آن معا. طبعا دكتور كامل أنا بعرفه من أيام الجامعة الأمريكية في بيروت، وقت اللي كنت عم بسوي البي اتش دي تبعيتي، وكنت أنا بدرس مختبرات فيزيكس، وكان هو يدرس بهذاك الوقت طالب، هو ومجموعة من الأردنيين في ذلك الوقت كانوا مميزين وكانوا شباب شغوفين، وعلى رأسهم دكتور كامل كان من الناس اللي بحبوا يكونوا معطائين، وكان حرك، وكان دائما طليق اللسان ويعرف كيف يتكلم. فبناء عليه أنا أول شيء بشكر دكتور كامل ودكتور نايف على هذه المبادرة الرائعة، دكتور جامي ودكتور فريق الكلية، دكتور اللي من أوائل الناس اللي بادروا للمبادرة، والدكتور ياسر وجميع أعضاء كلية العمارة والتصميم. وأهلا وسهلا، ما راح أطول عليكم، وإن شاء الله تكون هذه فاتحة لطريقة جديدة في التعليم عن بعد، وطريقة جديدة في التواصل، وهذا سيفتح باب واسع ل مش بس للجامعة الأمريكية في مأدبة، كذلك سيرفد خزينة الدولة التي ستكون بأحوج ما يكون لنرفد خزينتها، لأنه إذا فتحوا باب التعليم عن بعد وأعطاء الشهادات ممكن كثير تخصصات لا تحتاج لمختبرات أنه نعمل التعليم عن بعد بهذه الطريقة، وسنبدع فيها، وهذا سيفتح باب كبير للدولة الأردنية كي تستعيد عن الكثير من المدخول الذي ضحت به من أجل صحة الناس، ومن أجل أنه الناس تستعيد عافيتها وقوتها. وكلنا مع جلالة الملك في إجراءاته والقيادة الهاشمية والحكومة الأردنية، وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. شكرا أستاذنا الدكتور نبيل أيوب رئيس الجامعة الأمريكية. وهلأ إحنا رح نبدأ المحاضرة تبعتنا، التايتل رح يكون Architectural Design Process، وهي هنا تجربة، وتعرفوا أنه العمارة نسبية، فبالتالي في مدارس، وبالتالي الدكتور كامل راح يحكي لنا بتوقع تجربته، وبنفس الوقت عن تجارب معماريين مميزين، علاقته معهم كيف كانت. وبالتالي الاركيتكتشرال ديزاين موضوع مفتوح، هناك مدارس، لكن لا، المعماري هو انسان يتعامل مع العلم ومع الفن في وقت واحد. فبالتالي اذا الموهبة الموجودة عند الدكتور كامل هي اللي راح تعطينا الفيبر الجديد هلا اللي راح نسمعه. وشكرا للدكتور سادنا الدكتور كامل على هاي المبادرة. الدكتور كامل the floor is yours. أسعد الله مساكم، أسعد الله مساء الوطن الجميل والوطن العربي والعالم والإنسانية. تحياتي لأستاذنا نبيل أيوب رئيس الجامعة، مبادرة طيبة، وتحية لكل إخواني في كلية العمارة والتصميم، أخواننا جميعا، أستاذنا العميد رئيس القسم، التقدمة أرجو أن نكون نستحقها، وتحية أيضا للمبادر الدكتور سامي التل، هو الذي بادر في هذه المحاضرة حتى نخرج هذا اليوم. الصراحة في سأذكر مشاركتي اليوم عن العشر الأسبوعين في أوقات الكورونا، my work during the corona time from my house، ومن مكتبي. أنا قبل حوالي أربع سنوات ونيب في الجامعة الأمريكية في مادبا، سبب انتمائي إلها الآن هو ما تملك من شعار ما بين الحكمة والتوازن والعلم.
أرجوكم اعملوا ميوت رجاء ميوت رجاء ميوت الكل. معلش دكتور نايف اعملوا ميوت لأنه ما بنقدرش نتواصل بهذا الشكل. لكن الجامعة الأمريكية انضمام إلها السبب الرئيسي إنه أنا درست أول دراستي 4 سنوات بالجامعة الأمريكية ببيروت، والجامعة الأمريكية ما دبت تحمل نفس النمط أو نمط مشابه في الجامعات التي تحمل فكر تجميعي وفكر العمل الواحد والفريق الواحد. ليش الثانية هذه الجامعة فيها مبدأ we want to reach before we teach, we have to read before we lead, and I think we are not reading anymore. We're not reading على معظم المستويات. فأنا اليوم بدي أحكي، بدي أخذكم through the most 7 or 8 architects landscape architects I have been influenced or worked with. وبدي أخذ briefly وبعدين بدي أخذ the design process كيف متعامل أنا مع shapes when I draw مكعب مستطيل تكوين وكيف برسمه وكيف بظهره وكيف بتعامل. It's about architectural design process. كلما تعاملنا مع الطلاب، كلما نزلنا إلى مستوى تفكير الطالب فينا كيف بفكر، الطالب من بيجينا من المدارس مرعوب من العملية التدريسية، فدائماً لما نستلمه بسنة أولى بنستلمهم بطريقة يجب أن يكون التفكير تبعنا متوازن وسريع، ونعطيهم مين لحد الآن مجموعة كبيرة ما بيعرفوا مين الأركيتكس، جوردينيان أركيتكس أو إيجيبشن أركيتكس أو سيريان أركيتكس. للأسف سكرين مبين عندكم على فكرة، خليني بس سكرين أركيتكتشر ديزاين بروسيس برزنتيشن. فأنا I will speak about one أول واحد I am influenced and I like his work because I work with Carlos Louis Barragan. توفى بال 88 بس what Louis Barragan does. هدول الاركيتكس السوليد اركيتكس اللي they use elements and principles of design، مبادئ التصميم عندهم واضحة وعناصر التصميم واضحة، والمستيكس they don't go through mistakes وما بروحوا off shoot أو out of the box but they have a lot of guts. But most importantly they are painters, they are sculptors, they are architects, they are designers, they are poets. وهذا اللي بيجمعهم حتى يطلعوا رينيسانس اركيتكتس. لوي باراغان معروف عنه هي وركس وذ بلين اركيتكتشر بلينز هوريزونتال اند فيرتيكال، هي يوزز كلر اند هي از امونج ذا بيست، هي يوزز كلرز اول اوفر ذا وورلد. وهي يعني اللي بتطلع على الانتيريور وذر هي ديزاين انتيريور اور لاندسكيب اور اركيتكتشر، اي ثينك وات لاندسكيب اركيتكتشر ديد تو مي ميد مي ا بيتر اركيتكت. It didn't make me just a landscape architect. But look at his composition for the foreground, background. واليوم نحكي عن visual communication. This is how he communicates with people through the color and innovative thinking. The other person whom I met twice, بال 82, I have listened to a lecture أجي على جامعة Louisiana State University. كان عندنا عميد اسمه دكتور رايك. He was about 75 years of age. أجي Roberto Bernmarx. He's a painter, but he's known as the best, one of the best landscape architects in the world. Painter, printmaker, ecologist, naturalistic artist. And you should see his work when he creates gardens. Garden is not plant material. Gardening is composition. Look how he works with curvilinear lines. Look at the composition at the background, ما بين white and black, and surrounding with the groups of these beautiful paintings of cactus plants and the use of plants and the knowledge of plants. Most of us in the Arab world, we focus on being designer to design structures, while architects, well-known architects, من حسن فتحي لراسم لجعفر يا بتلاقي بيلعب بيانو، and we will go through some of them. But look at the paintings and the way he deals with بالأرصفة, or how he paints على البيتش, how he paints sidewalks or gardens. ومش شرط الجاردن، it could be a hard plaza but it's not only stone or one shape of stone, it's an a two-dimensional and three-dimensional space. Richard Meyer, because he deals with one color. Richard Meyer, cubism, horizontal and vertical planes. وعلى فكرة مرت فترة بالجامعة الأردنية I think من ال 86 لل 96 كانوا بعض اللي يجونا الإكسباكتس المعماريين اللي برا
يتعاملوا مع هالبلوكات and they have influenced some of the work. وبجوز بعد هالعمر شوي بقدر أنا أربط ما بين شغل فارس and فارس وإسماعيل الطحان وزاهر وصفوان and some of the new generations of شاكر وصيام وهذول الشباب كمان the newer generation إنه they deal with works of cubism وكيف البنش. Look at the solid void. Look Richard Mayer and some of his work 70-80% void اللي هو look at the white architecture you see. Look how he maneuvers 80% الجلاس 30% solid. أو تجي على الإليفيشن اللي بجنبه اللي هو هون you see 80% is solid and the rest is void. The color, the use of كأنه البيت بده يقرب ويحكي معك ويقول لك come and see me. This is how you read architecture. One of the most important people that I have worked with, visited Jordan 5 times. I hope we can get him on live Sky. نحكي معه على chat or Sky. We may bring him to talk to our students soon due to Corona. He is 75 years of age. His name is Richard England, born in 37. He's an architect, writer, artist. I visited his house in Malta 7 times. In the 70s, he was among the best 20 architects in the world. He worked all over the world. He wrote 25 books and 15 books were written about his work. But his work is close to Louis Barragán and La Rogetta. Those guys, they are masters of using colors and really colors related to the place that you they live in. But look at the play of colors. Look at the magnificent shades. We may like some of his work. We may not like some of his work, but he introduced my latest book, Architects, Landscape Architects, Visual Thinkers. In his house, زي باولو بورتوغيزي. باولو بورتوغيزي 94 years of age في إيطالي. أخذني الدكتور علي, تعرفنا عليه مرتين ثلاثة. زرناه بيته في كالكتا شمال روما. He has a 17 dunums of a garden and he has four libraries. He has 4 libraries, painting library, books, historics, model making, unbelievable. The same with Richard England. The other guy is Santiago Calatrava. Calatrava, كلنا بنفكر إنه Calatrava, طبعا مرت قبل يومين ذكرى وفاة زها حديد رحمة الله عليها. Zaha Hadid is one of the leading, I think, and the most innovative in the world. But هدول اللي أجوا يشتغلوا بالfree forms واللines ما أجوا من فراغ. أجوا من Buckminster Fuller, أجوا من Eero Saarinen, أجوا من الباكجراوند تبعهم حتى صاروا يتعاملوا مع الفورم. Why I respect this man? Because he's an engineer. He is a structural engineer, sculptor, painter. في تكساس زرت Museum of Art, لقيت 2 rooms about the artwork of Santiago Calatrava. And you should see the elegancy of these bridges and buildings he builds. The lines, بنحكي دائما من أول سنة بنقول point, line, plane, space, enclosure, contrast, unity. Look at the unity in the lines that he, and the use of color that he creates. He creates spaces and places. منين هدول أجوا؟ Eero Saarinen 1910 توفى في 61, Finnish American architect and industrial designer, هو اللي سوى St. Louis Arch, هو اللي سوى TW Terminal, هو اللي سوى Dulles Airport. بس هون لأخوي سامي, سوري لأختي فداء أو الطلاب اللي بالإنتيرير ولا سامي, look at the TW Terminal. لحد الآن it's not out of style, it's not out of fashion. بس كل هدول اللي شفناهم they design everything from the ashtray to order firm أو اللي بيشتغلوا معهم. This is the work of Eero Saarinen. لينا تورو في مجموعة جديدة في العالم جدا, born she's a young, I think she's in the 40s, she is a Spanish architect. Look how she deals with color, white architecture, cubism, كتلة وبطلع من الكتلة some kind of blocks, the color of the greens that she uses, and that's how those architects. There are 6,000 young architects. وكتاب قبل 10 سنين طلع فايدن أتلس of architecture.
A lot of young architects are booming, even in our region, but really we don't know وينهم وين مكانهم. لكن أنا متأكد لو رحت على مصر، تونس، الجزائر، رحت على أي دولة عربية إلا تلاقي some of those guys, or in Italy, in Spain, you will find young designers created. جاريت إكبو American landscape architect. أنا حكيت عن روبرتو بيرماركس وحكيت عن هذا. Why I spoke about this guy? He died in 2000. The guy, he worked with Don Austin. Don Austin was my professor at Texas A&M University in landscape architecture, and they worked together for 30 years. And Garrett Ekbo came and visited the college several times at Texas A&M. He's from Oakland, California. Ekbo was known for innovative designs of public settings, قبل modern movement. And I will show you the way he draws, the way he sketches. Look at the curvilinear and the way he handles combination of angularity and circular movement, or angularity وبعمل contrast with one angular, or with curved line, or here with curves. And look at which works in the 50s and 60s. It was crisp, clear, rectilinear design, curves, rectilinear and combination of angular, and the combination of two or three or maximum three colors within the landscape. This is Garrett Ekbo. And Garrett Ekbo, some of his teachers is Lawrence Halperin, well-known landscape architect. He died out of California, but those works, they don't go out of fashion. Late Jafar Toqan, the godfather, I worked 3 years in his office. God bless his soul. Jafar Toqan, several books were wrote about him, one by Ali Abu Ghanime, one by Poetry in Space, and I want to show you later, Poetry in Stone by James Steele. Jafar Toqan is a poet. He's a guitar player, oud player, singer, by the way. وهون بحضرني هلا ياسر بتذكر لما جيت انا معيد 79 80 81 82 كان معنا جيمس تيرنر بيلعب هارمونيكا، يان شيكا، اكرم ابو حمدان درمز، جعفر جيتار، يان شيكا، مارك فريدريكسون 6، اند ذي فورمد شو بيسموها مجموعه ميوزك جروب كولد روديو فاست ايدي اند ذا روديو كينجز، وذي بلايد توايس في محلات للطلاب. But they were encouraging all of us and the students how to read, how to have talent, how to play sports, and. Jafar Toqan is the only architect who gave me more than 12 projects to work with him. The latest was Tripoli Park. I was the landscape architect and he was the architect with CC. اتحاد المستشارين وفات مرة على مكتبي وقال لي without notice carrying a few papers اللي بقول لي كامل حبيبنا لهجته النابلسي والخلق الرفيع تبعه I need help قلت له شوت قال لي أنا بدي أصمم ضريح ياسر عرفات I need the quick landscape sketch I told him when you want it he said yesterday told him I'll see what I can do take care قال لي I'm leaving the day after tomorrow. I didn't sleep. 7 hours. I did the sketch. The next day, I went to his office, submitted the drawings. This is Jafar Toqan. Jafar works with a team. And some of the leading architects in Jordan, they have practiced in his firm. He was an encyclopedia. كان مع عمر الزين, a man of details. I will show you his work. عايش البكار أول ما فتح مكتب ومسجد عايش البكار في بيروت. Jafar was an early innovative guy concerning his work. Hayli Kitab, Poetry in Stone by James Steele. These should be texts, by the way. هذا الكتاب وكتاب لراسم بدران كتبه James Steele. They should be texts for our young architects and architects in Jordan because they tabak two different experiences. 20 years ago, I wrote an article published in Mi'mar or Open House International comparing
One is emotional and one is rational. Rasim is emotional and rational. Jafar is rational and emotional. Look at the difference and we'll explain it a little bit. But look at the elegancy of how he deals with the form. Form, 90, 80% solid, 20% void. Look at that at night. Look at the elegancy of the buildings that they create. And Dar al-Hikmah and Darih al-Shahid Yasser Arafat. Look at that. Or the early works of the villas and the cubism. One material, cubism. كيف الفتحات, كيف التناسق. And the elements of unity, repetition, and solid contrast. Rasim Badran is another story. Rasim Badran, Jordanian architect, Palestinian descent, works are based on a methodological approach in defining... Please, shut down, please, the microphones. Please, all of you. Why? Because he works with morphology. He's not only, he's passionate about the Arab Islamic layout, but no, not only this. He is passionate about the layering, architectural layering of our cities. He's a socialist. He's a reader. He's a painter. He wants to inherit. He wants to keep. Al-Amin Zayyo, أو قريب منه. عبد الحليم إبراهيم. عبد الواحد الوكيل. حسن فتحي from the older school. رمسيس واصف before أو at this time of قبل حسن فتحي. Those guys completely took this vernacular historic architecture and the roots of the culture to develop, like Doshi of India. That's how those architects, they work. But look at his work. Now I will take you through the morphology. Jafar, Rasim, when he draws the Justice Palace and the Grand Mosque, he sketches two-dimensional. Thinking three-dimensional, automatically he moves it into three-dimensional. And then you will see a solid, and you will see the difference between us. Some of us, بعضنا بنشتغل في واجهات. بعض في بلانات. The most successful people اللي بيشتغلوا في بلان thinking three-dimensional and moving it. And look at his work. He used monochromatic color. Not a lot of painting in his work. Look at look at the closeness to the streets. 6 meters high, 5 meter high is the ground floor. When you start going up, he start going up with these, and then the windows sometimes start getting smaller. The details where he put al-mashrabiyat. This building, the same, the same blocks, but different treatment, the same language. There is language and definition of language when architects work. Look at the works. Look at the movement, like the building is coming out of earth, respecting the site, respecting the landscape, movement of space. كأنه الحوائط and the stone talks with you. Now, when we see all of those, طبعاً في a lot of architects, I am fond of landscape architects, بس ما بيسعني بهالعجالة. بكتاب الـ Visual Thinkers, I spoke about some of them. I cannot speak except about the most influential in life, and they are close to my mind and my heart, and the techniques. إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. It's so good. If you want to be a good architect, my students, our students, all over the world, read, open books, sketch, draw, listen to music. It's architecture is a symphony. Design is a symphony. My way of design. Since the Corona COVID-19 period 2020 started, Allah يقوم الجميع بالسلامة, we start getting online. But I used for the last 3 years to give 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes sketches or from the studio and place it on my Facebook. About 10 days ago, we started the YouTube channel. Because of the Corona COVID, the teaching method is changing. Because we are at home, we are relaxed, at least in our library, our pencils. And I would say to our students, when you are, most of the time, everybody talks about what's your concept. What's your concept about? What is your concept? لو طلع على سجادك على تراب برسم البادي of human beings أو الفيونا والفلورا and he abstracts them, thinks about the movements وبيبلش مع الجوينتس يطلع عمارة or line movement into architecture.
sometimes my definition, my way, please, this is for the last week, 10 days, that's what I sketched. When you have trouble defining the concept is a series of impression. Comes from transferred into ideas, ideas with your solutions, solutions using skills, elements and principles of design, بتطبقها إما two-dimensional مشان تطلع three-dimensional. This is the most comprehensive definition إذا بتقرأ تادو أندو أو ليوي كان أو آي أم باي وبتشوفه أو فرانك لويد رايت, you will see that those guys بقولوا the impressions either from historic or from a site or from a tree on the side or from religious, like what Rasim is doing. Or Jaffer, he deals with the stone and the cubism in Amman. That's why you see most of his residential architecture deals with that. Now I will take this as an example. Any square, في إله respect. كنت أنا ومحمد كاظم وجمال الجقة وطالب رفاعي at one time. وبعدين لين وياسر, we used to teach second and third year design. The tool was to take a square وشوفوا square إله axis should be respected. It's a modular design of this cube. You can enter from any point. Solid is within the plan is 80%. Circulation should be 15% to 20%. Or it could be the other shape. You want entrance, the double or triple or five volumes open all over three corners of vertical circulation. Or the square, you could use it by tilting it. And we're going to see this. When I sketch this, I automatically do that. This was done by my team, Yazan's team at the office. بعطيتهم سكتشات last week. They worked from home. And they developed this into two-dimensional drawing. That's what I did, and that's what they did. But what is? That's the triangle, one axis, 70% movement, functional spaces, usable, and the vertical circulation in the axis. Or accessibility. Space, the red, and this is also a space. Or you come to this white architecture, which is functional space, at the street, barra, public, semi-public, semi-private, private, you enter, and then you get into this building. But it is the squarish and how you deal with it. Or if it's a multi-complex building, open court, same unit, smaller alleyways or walkways, and other entry statements. And this is how I transfer that into a two-dimensional computer. It took the team to draw this about 6 hours. It takes you about half an hour to draw these sketches, transfer them by the team. And then I transfer each one of these cubes. Look, if you work with architectural elevation, you make mess up. But if we work with a cube, look at the cube, and how the cube is moving, the same shapes, by the way. This one, it's this one. Opening. مثل اللي بعض من الأطراف في الموديل ميكينج اللي بيستعملوا ياسر اللي بتعملوا بعض الأساسي and we use it, باخدوا هالموديل وبصير يعضعضوا منه with balanced form. Or you can do it like this one here. Look at this. Or you can do it like buildability of cubism, بتقسم ومن solid square ببلش يتحرك إلى more square, different types. And this is how you see this, the sketch, and this is the development of the three dimension. This was from my mind done last week. Look at the solid within this building. I don't know what's in this building. It could be an office building. It could be a medical offices. It could be a a residential, but at least how you deal with cubism. And these are the forms. Look, this is the other form of the other architecture. And we asked, I asked my colleague, Yezen's colleagues at the office, I'd like to convey my sincere thanks to Yezen, to Muhammad Isam, to Taha, to Abdullah Tabbalat, Riham, and Hala, all the team that works with us in the three-dimensional to produce this work in 2 days' time. Or if you have a rectangle ilu ihtiram, it's simple forms. في مثل هلا قبل شوية حكى أخي نايف, less is four, more. Less is more. Best architects, they produce less is more. Venturi قال less is more. I disagree.
The more you confuse your architecture, the more it will come to be eclectic and it will damage, unless you're a genius or you have built more than 200,000, 300,000 projects or so. Norman Foster, you know how he designs. Norman Foster takes, he has about 60 or 50 architects in his office, a model shop. It's as big as 600 square meters space, building models by hand. مش بعطوهم لموديل ميكر برا يعملهم without the knowledge. Let's go back to this rectangle. في axes. And usually I work with a ratio of 8 units. 8 units by 3 units. 8 units by 3 units. And you see, if I'm designing a mall, 1, 2, 3, 4 at the corners, the greens, and the reds at the corners are the big, should be some more home, الماركات العالمية. You go inside from any way you'd like, either you'll enter from the main axis or minor here. There are shops, double, triple volume or whatever for the mall. Or you could come back and deal the square like this. في ممر, shaded. Then you have 1, 2, 3 entrances or 1 entrance. And you have these are functional spaces linked together. Or if you have a rectangle, you start with this point and you make it angularity within the rectangle. So the proportion, no matter what, will eventually come out nice. We'll see it three-dimensional. If you have a rectangle and you have a rectangular piece and you want to work with rectilinear, curvilinear work. Guys, curvilinear work, it's not easy to work in small, tight spaces. It's the most difficult for architects. So you have tried, after you have tried the use of other spaces. The computer generated, look at the spaces comfortable somehow. Again, شباب صبايا هاي محاولات في خلال 10 أيام. You can draw a lot in 1 month. This is the three-dimensional of a rectangular, double volume. Look at the ground floor, the other type of rectangle, and look at the three-dimensional that you are creating. Crisp, clean, ما فيها تعجيق. You can develop it. What you can do, if you do. Listen, I have to break because I'm getting a message. في ناس بتحاول تنظم للدورة إذا ممكن تنضم للدورة إذا ممكن تقبل دخولهم. Of course, I could accept anybody. دكتور محمد موسى. حبيبنا سامي, anybody is free to come on. بس look at the elegance. طبعا أنا ما بحكي على skylight اللي موجودة, الشيبس بنختلف عنه, بس في composition. شباب وصبايا الطلاب, لما تتغلبوا ما في concept, ارجع للgeometric formation أو model making. Immediately you will start seeing كيف هذا بطلع منه الelevation أو هذا isometric أو هذا البلان, بقدر أطلع منه 100,000 بلان على الكمبيوتر with different colors. Or I can make this a rectangle, قسمته زي قطعة الكيك, and I have the other bin, maybe it's an exhibition with two major wall. You enter through this space, maybe there is another entrance, but look at the solid void relationship. Look at the, معظم العمارة اللي بنشوفها مش عندنا بس كمان في العالم تلاقيها بناية ومخزقة, بس أي عمارة زي تاعة ريتشارد ماير اللي موجودة في روما, نتفق ما نتفق, أو رينزو بيانو ثياتر تبعه, automatically when you see good designs speaks by itself, تلاقيه ظهر أجل عندك قال أنا I am here. Good architects work with passion. Now you have combination. الله يسهل على محمد كاظم, كان I think محترف في التكوين واللعب بالفورمز يدخلوا على بعض. محمد كاظم زوجته زميلي إنا رولا دحدلي, she's an excellent architect, اشتغلت مع جعفر طوقان. بس you could see that if you have a rectangle في له axes, بدك يدخل عليه square بدخله هيك, أو بجوز يدخله يعضوا على الكورنرز, بجوز يكونوا أكبر أو أصغر, بس في احترام للproportion لازم تحترم circulation حتى ما تضيع. عادة إحنا طلابنا أو إحنا ببلش بعضنا ببابل دياجرام, طبعا البابل دياجرام هذا كله بيجي قبلها, بس بلشوا بصيروا يحطوا ورف بجنب بعض ويوصلوهم. It doesn't work this way. بغلب كتير.
أو بجي على كمان ريكتانجل بدي أدخل عليه سكويرز بهالطريقة أنجلر، أو أعمل كومبينيشن سكوير which is a combination between أنجلر أو كيرفلينير. في ناس بجوز يستعملوا أكثر، بس بدي إشي يسبق على إشي. يعني إذا بستعمل أنجلر بدي يكون الأنجلر اللي هي تاع الزوايا هاي يطغى على الكيرفلينير، أو العكس يكون الكيرفلينير يطغى على فورم تاني. تحولت هاي إلى بالشباب اللي رسموها تحولت لكمبيوتر جرافيكس. بعدين بقدر أحولها أنا وأرسم وأحط فراغات جوا وأبني وأطلع elevations. Or I could do a drawing زي التور it's out to proportion. مبارح وأنا أرسم فيه بس the first ground, second ground, third ground of a housing complex. Maybe it could work بهالطريقة هاي. أو rectangle where you have an angularity within a museum. Look at the space. أنا بقول لازم إذا عندي مثلث should have transformed into angularity on the elevation. And this is the composition of my architecture. Because we practice and we teach, 70% of my work was practicing and 30% teaching and vice versa. أنا بعتقد صعب تفصل اثنين عن بعض. وكل مدارسنا في العمارة ياسر يتذكر، فداء تتذكر، سيزار يتذكر، نايف أخوي بتذكر، لين فاخوري. 70% من 82 لسبعة وتسعين كان ديزاينرز يدرسوا معنا. أو من 75. مين الديزاين؟ جعفر وراسم وشو اسمه؟ فريدريك راجيت، باو ميلر، يان شيكا. هيوج جروب، ديتمن كانوا يدخلوا، إحسان فتحي كانوا يدخلوا معنا الأساسة، نمير هيكل إذا بتذكر ياسر صقر كانوا يدخلوا يدرسوا معنا ونتعلم منهم، ندرس معهم ونتعلم منهم. لأنه باي ذا واي كل اللي أنا بحكيه هو مخزون في الممارسة والتعليم. Or you start working on زي ال رحت على natural science بيرو اللي ترشح للرئاسة الأمريكية، تبرع يبني في دالاس، نسيت مين الديزاينر. He did a magnificent building of angularity وفيه forms weird forms، بس when you enter inside you feel the significance of the space. Oh, don't be afraid of using colors. Let's look at the forms. This is what I sketched, and this is the form. I think the form اللي ارتسم بالكمبيوتر من الاوريجينال سكتش تبعي is a little bit stronger than this. Or a circle. Circle is respected. Circle تقسمها بالنص، تدخل عليها through a plaza, through a colonnade, circulation and this. Or you come, and we explained it in other videos before, or you have this and this, بتعضعض منها if it's cylinder. There are a lot of combination. Thousands of these things you could start if you want to design. بس ما تبلش في غرفة أو في space. وهذيك النهار وإحنا بنحكي للجوري كلنا رايحين على urban design, urban solutions, urban historic, urban. إخواني, we should build up in any project يكون عندنا strength بالarchitectural composition. حتى لو بدي أشتغل في curvilinear form, إن شاء الله next time I'll show you a project I designed, it's not built yet, but I will show you the whole package later of a curvilinear move of a scarb over land and how we designed that. I may ask Yazan to assist me and the team that worked with me. But شوفوا, spine, you come through a spine, functional spaces, dark blue and light blue. I don't know which one should be more, but you could do hundreds of developments and it looks like a snake moving into an egg or something, it's or elliptical form. Now, part of this, I was also working on architectural elevations of architectural styles and solid void. زي ما قلنا كيف بنتعامل بالarchitecture. That's my drawing. This is the architecture rendering, which is fast. This is an architectural drawing of composition. That's the computer. I prefer what I did by my hand, because this needs more development to be rested وتكون قاعدة على الأرض أكثر من ما يكون. لاحظوا, when you work with something like this, this is usual. But there is dynamic in angularity.
or when you start creating colors and working with colors, something works, something doesn't work like this. Something could work like a theater. This is with the computer, but the proportion here is not like the proportion because it was on a rush job to help us compose and understand composition. Look at what comes out. Solid, two colors, the gray, maybe a yellowish, maybe a red, I don't know. But at least look at the proportion of these. الكتل اللي فوق, الكتل التنتين اللي فوق, they are rested on 6 meters ground floor and on a grayish, so there is a rest for the building and the eyes. Or if you're working with urban pattern and you want to do a house or a combination to train yourself, yeah. Of you, we as designer مخزوننا بالترحال, مخزوننا by reading architectural books. Look, endless محاولة الرسم لا residential compound أو building, the architecture rendering سريع على إلها, though the proportion of the windows اللي بالblue is not right, اللي فوق لا it's not bad, بس هذا بداية. Here I summarize something. This is a quick lecture, and I hope we'll have more lecture to come about اللي قاعدين بنشوفه. I think we'll prepare another lecture of real projects that we have designed and built. حتى تشوفوا, is the way we are talking about, it's buildable or it's approachable. This is just an approach. And here I would like to thank you, to thank everybody with us here. And I will go back to Dr. Naif. Dr. Kamel, شكرا كثير على هذه المحاضرة القيمة اللي هي بتحط أسس بالواقع, خاصة بالشغلات الأساسية للطلاب, إنه كيف يتعاملوا مع بعض الأشكال الهندسية الرئيسية من بداء من المربع للمستطيل للدائرة. وأنا متأكد إنه هذا بعد في أبعاد تانية كمان راح تورجينا إياها في المستقبل. وبنفس الوقت يعني الفكرة إنه هو نحاول نورجي لطلابنا بهاي الظروف إنه شو الإمكانيات من شكل بسيط, شو البوتنشال إنه أقدر أتعامل معاه. واضح كان إنه في عنا كمان الإشي المهم جدا إنه إيدنا كأز أركيتكس مهم جدا. كل الديجيتال تكنولوجي is tools, لكن without إيد المعماري المشكلة بتكون كبيرة. وإحنا بالكلية دائما بنحاول نربط ما بين هذول المفهومين. بالسنوات الأولى بنركز إنه يكون عنده مفاهيم بالproportions, يقدر يتعامل مع الماس, يفهم بالموديل, يجرب. يعني حتى الدوكومنتيشن كان إشي مهم جدا, إنه يطلع الطالب يشوف المبنى يرسمه يشعر فيه, لأنه كل المعماريين تعلموا من خلال إشي existing. وبالتالي كمان هاي الأشكال كان لها دور كبير في تاريخ الفن والعمارة, أعطت أبعاد كبيرة. هلا أنا راح أفتح الحوار, لكن رجاء اللي راح يحب يحكي او يعلق فقط هو والباقيين ميوت رجاء. اوكي. بدي اشوف الاسئله. معنا ناس من المغرب, معنا ناس من several other countries, دول عربيه. لا شكر على واجب. I think معظم الأستاذ سيدني كان deliver more. Yes please. لو سمح الدكتور, يعني إحنا عشان التنظيم عشان التنظيم اللي بده يسأل يكتب مسج وبعدين المهندس يزن بيعطي المجال يقولها إلى ماشي. أوكي please, إذا سامي أو ياسر أي واحد من دكاترة أو نايف بيقدر يعمل مداخلات لما يجينا أسئلة. جامعة فيلادلفيا معنا, should be commended, الجروب اللي ماشي معنا هون. بحاول انا بس يكتبوها اذا في اسئله. Just write it. طلابنا معنا which is nice. زي ما حكى الاستاذ الرئيس, there is no limit of using using, the sky is limit, the limit concerning. بس اهم شيء انا لقيته بالكونتراكت بالكونتاكت تبعنا نايف, الدسكشن اللي صار اليوم والدسكشن اللي بصير مع طلابنا عادة ما كان يصير بهالأريحية. sometimes ما كان على فكرة. انت ملاحظ دكتور, هاي بدي احكيها قدام الرئيس, انه احنا ككلية
مزبوط في عنا ساعات طويلة مع طلابنا وأنا بشكر جميع أعضاء التدريس اللي عنا إنه عم بوق يعني بياخذوا وقت طويل لكن فيها متعة النتيجة لكن اللي هي sharing information والinteractive اللي عم بصير من الطلاب إنه عم بيحضر الطلاب جورز من أقسام تانية من مستويات يعني بسنوات مختلفة أعطى بعد جديد I believe إنه اللي هو موضوع الonlearning هو راح يفتح مجال كبير لكن إلنا خاصة إنه بحكي أنا بعض مرات هلا إنه إذا الدكتور غاب عن محاضرته هلا مجبور يعملها أونلاين يعني لازم يكون مستمر هذا الحكي. في عنا أسئلة خلينا نأخذها نايف بليز. أهم رسالة لازم توصل شاكر خليف بقول لنا بدي أعقب شاكر تحياتي. من المتميزين كنت في الجامعة وحاليا مبدع دائما. أهم شيء المخزون اللي عند الطالب، مخزونك مكتبتك، مخزونك اللايبرري تبعك للاطلاع وتتشوف مين في معماريين، روحوا شوفوا مين في معماريين قريبين، تشوفوا مكاتبهم. واتفقنا مع القسم والكلية إنه as of next time we should go and visit as a group not individual offices، مش بس الأساس يجوا عندنا. سؤال تاني، في ظل أزمة الكورونا يمكن انفصل التدريس المعماري عبر الانترنت؟ أولا 20 سنة بيدرسوا بالانترنت، مشان أقولكم إحنا اللي جداد على الانترنت بالتعليم. بس خلي أحكي شيء، مبارح إحنا بنرصد ما بعد الكورونا، أول معماري علق عن الكورونا رينزو بيانو مبارح في مقالة إله بأن إيطاليان ماجازين أنسا في أنسا نشرتها أنسا اللي هي أكبر وكالة صحافة في أوروبا أنسا. رينزو بيانو بيقول طبعاً سيختلف التعليم المعماري كلياً عن المتعلم. شباب بسيط جداً، الإيكو سيستم تبعنا وقف. Your house should be your environmental eating, breathing, food, this and that. والعمل في أمريكا وأوروبا 40% 30% بيشتغلوا from the house. But there is a new wave, it's coming, yes, رايح يتأثر على التدريس المعماري وأعتقد رايحين نستمر. لما عملنا قناة هلا اليوتيوب بيستمر التعليم وإن شاء الله بنرجع للجامعات، بس شغلة واحدة ما بيقدر يسويها الإنترنت، الـ personal contact between the student and the faculty وروح الحرم الجامعي. This is by itself educational. هذه ما رايحة تروح، it should stay، لأنه إحنا ما بنحكي بس الـ continuing education قاعد يصير في الطب وفي other disciplines، في العمليات عن بعد لما مايو كلينيك تتصل مع مركز الأمل للسرطان أو دكتور مع دكتور وطبيب مع طبيب أو تخصصات تانية. كمان عندي سؤال، شو معايير التأثير على الشكل؟ متى يستخدم مستطيل أو مربع؟ مش مستطيل، أنا ما قلت هيك، المستطيل والمربع بيسهل عليك اليونيتي وبيسهل عليك تشتغل with a module or a grid. كل اللي بنشتغل فيه حتى اللي اشتغلوا كالفينير worked with a proportion and they started من their knowledge back of مخزونهم كان كلياته التعليم elements and principles of design اللي أخذناها بالجامعة. حابب أنه توضح كمان نقطة، أنه أنت بديت مزبوط من هاي الفورمز والاختيارات لكن في كونتنت من سايت أناليسيز من الدراسة هاي. نايف هاي قبل كل الحكي هذا أنت بتكون عملت السايت أناليسيز حطيته، رايحين نجي في لمحاضرة تانية على البابل دايجرام كيف بتحول بابل دايجرام لتو دايمنشنال كومبوزيشن. بس ما فيش إشي ما بنشتغله ما في جيومتريك فورم، كان مستطيل أو مربع أو أنجلر أو ريكتيلينير. But why we choose every time certain shape or certain approach? This is اللي بده يصمم مستشفى، اللي بده يصمم. أنا صممت تعاملت مع 11 مستشفى، كنت الأوديتنج في الديزاين وأشرفت عليهم بالعراق. المستشفى في إشي standard functional solution 100%. A bank is 100% functional. Building of art, museum, exhibition, no, it's not standardized. في certain وظائف ممكن يكون التعامل بالأشكال البسيطة rectilinear forms أسهل علينا بكثير. بس مش هذه مش قاعدة، بس this is my approach. This is how I work.
أي سؤال؟ أنا حابب نفتح المجال للأسئلة. في أي سؤال؟ أي مداخلة اللي بيحب يعمل طلابنا؟ أنا حابب كمان نسمع من طلابنا. في أسئلة صحيح، هاي في أسئلة. The underlying concept is the simplicity in ratios. True, true. It is the creativity is simplicity. Same as music, painting, signing, mathematics. الدكتور رئيس حكى حكي هلا كتب إشي. هلا. الدكتور نبيل. Less is more. Simplicity. Louvre اللي سوى I am paid في Paris. It's a small pyramid. Two-thirds of it underground. Guggenheim Museum, 3-4 circles, and the space is circular, done years ago. The horizontal vertical movements will proportion تاع flank right falling water. The architecture تاع IMP, Louis Kahn, اللي البيت اللي عمله, which is out of glass, small box, one wall, simple, in and out, getting in and out. I think حتى في الميوزيك, حتى في البينتينج. زهل الحديد ماثماتيشن طبعا شمالها هي ماثماتيشن سانتياغو كالاترافا از ا ستراكشرال انجينير ذا ريشيوز اوف ذوز جايز اندرستاندينج هاو ثينجز ورك. فلذلك دكتور نبيل حكي للاخوان موست اوف انترناشونال اركيتكتس ذي هاف نو وان ديسيبلين ذي ار بينترز سكالبتشرز ماثماتيشنز دين غصن قاد بلسول درسنا first year, second year architecture بالعمارة. He was the dean of the school of engineering بالengineering and architecture. كان الدين scientific background. When you have a scientific background, مشكلتنا احنا بالarchitecture تعلمنا عن الساينس. سن الماث نلزقه تلزيق والفيزيك نلزقها تلزيق والكيمياء نلزقها تلزيق والماث. A U B أخذنا math 101, 102, 201, 202 للdifferential equations. Structures أخذنا strength of material. Structure 1, Structure 2 و Statics. هذه الكورسز مفقود الآن أو بلشت تتقلص حتى الـ Construction Science. صرنا ندرس الـ Construction Courses, Electives أو نركز على الديزاين. الديزاين لحاله does not build student. Sir. Let me see comments, which comments I have. How much these process can deal with heritage? رجعنا للheritage. الهيريتج كلياته اشتغل الهيريتج على الكيوبزم وعلى سمولر سبانز وعلى سستينابيليتي اللي هلا بدنا نرجع لها. هلا في القرى الاردنيه ما في مشكله الكورونا. السبب ليش؟ القريه الصغيره اللي فيها 1000 او 800 او 500 واحد من بلد تقليديه مزرعته بجنبه الدجاجات موجودات عنده وعنده شويه فليفله وعنده شويه خضروات. Sustainability and the heritage, yes, you can implement it. لأن كل اللي بنحكي اللي بيحب يشوف هذا الحكي يتطلع على كتاب جيمس تيل تاع راس النضران. بيشوف how he digs into the cultural heritage أو حسن فتحي أو إبراهيم عبد الحليم إبراهيم and see how those people move into respecting the vernacular. في إشي اسمه critical vernacularism أو vernacular architecture. في معماريين كتير تعاملوا. أول شغل لريتشارد إنجلاند كان بالفرناكلر والهيريتج أركيتكتشر. خلني أشوف مين في أسئلة تانية. ما طالعين طلع عندي الأسماء. Let me see. Here it is. Okay, good. Let me check more questions. I agree with Dr. Kamel on the point, whatever. تكلمنا عن الأبنية المحلية من أصعب شيء ممكن منحنية. ممكن أفضل طريقة لتقسيم المساقط. أنا أحمد قادوس من جامعة آل البيت. سؤالي أنا كيف ممكن أدمج خطوط مرور مستقيمة في اللاندسكيب وتكون النسب جميلة؟ تمام. في عنا إشي اسمه حتى بالريكتانجلر حتى بالسبيس أنت بتأخذ قطعة أرض إلها شيب. First you respect the shape وبعدين راح نجي على السايت أناليسيس. بس حتى الخطوط المنحنية والمستقيمة وتداخلها مع بعض بدها تتعامل مع موديول. You have to start with a module. اللي منكم بتطلع على كتاب نيوفورت كيف انكتب كتاب نيوفورت؟ نيوفورت was based on the proportion of interior designers of the human scale. يعني ارتفاع الطاولة عرض الطاولة
فالموديول 30 60 90 الباب متر وعشرين الممر مترين واربعين مضاعفات التلاتينات بين البدي وبين الكيت 15% المغسلة قديش الوث تبعها كل شيء بنى عنا على موديول 30 60 اللي بتطلع اركتكتشر موديول 120 وضربها بستة بتصير 720 باي 720 اسألوا أني structural engineer the safest and the least expensive 720 باي 720 grid لستركتشر زدت ل 14 بتحمل بس بدك تعمل دروب بيم زدت ل 1 مضاعفات ال 7.2 بدك تضيف مور دروب بيمز اور تو يوز مور ستراكشرال للسقف حتى يتحمل المباني والهذا فلذلك حتى المنحنيات وتداخلها نجي لها كمان في سؤال او في محاضره ثانيه thank you for being creative, make it possible to bring us this knowledge about architecture. Even during this corona, I have been able to learn. Thank you. الأبنية المنحنية من أصعب إشي ممكن طبعاً أصعب إشي. المنحنيات مش سهل. أولاً structure. ثانياً costly. ثانياً you have to embed. ثانياً في عنا new shapes. كيف بدنا نشتغلها؟ اللي سهل علينا المنحنيات زي ما حكيت لكم. اشتغل Buckminster Fuller Jesidic Domes. وأبدع فيها وبعدين أجا إيرو سارنن واشتغل فيها هاي المنحنيات كمان إلها نظام ستركتشر تاني إيش الكيوبزم كيفية تشكيل إيش حكينا عنه حكينا عنه ما هي نزلت شباب معماريين مصر اللانسكيب للنجاة لللانسكيب read read you have to read you have to open books You have to see mean Lawrence Hapren, mean Roberto Bellmarx, mean Frank Lloyd Wright, mean Frederick Law Olmsted. بدك تنجح في حياتك العملية. معظم معماريين when they prepare a portfolio, they prepare it for themselves. أي portfolio من 10 صفحات لازم تورجي شغفك حتى تروح تشتغل. ونصيحة لما بدكوا تشتغلوا اشتغلوا مع good architects. لانه لو تعرفوا اللي بيشتغلوا في دول العالم عن رينزو بيانو ولا نورمان فوستر ولا بروحوا اول سنه بتلاقي 300 400 2000 3000 واحد اونلاين حتى يدخلوا ونير انترنشيب عندهم لانه ما معقول تاخذ علمك من واحد تخرج بعد سنتين وفتح مكتب هندسي وصار بده يصمم اكبر عماره لانه معاه 50000 ليره في بنكه ولا نص مليون يو كانت بي ان اركيتكت اوفرنايت زي الدكاتره زي المحامين تقدر تكون رئيس جامعة أوفرنايت بدك تصير رئيس قسم وعميد وتكون كاتب لك 40-50 بحث وتكون عندك credentials you have to build yourself and the trust to lead بس لازم تشتغل مع ناس محترفين المساحة اللي بتنعطت في عرض فكرته الخاصة وتطويرها وخذ تجربة الشخصية التعليم التصميم مدى تدخل الدكتور في مشروع هذا أحسن سؤال سألته أو أسئلة كويس عبد الرحمن زي ما في الطب 30% دكاترة شاطرين في 30% من أساتذة العمارة شاطرين والبقية في تخصصات في الأكوستيكس مش شرط يكون ديزاينر وفي الإلكتريكال إنجينير مش ديزاينر في ساينتيفيك مواد تدرس وفي سبيشال ديزاينرز أو تيتشينج ديزاين تيتشينج ديزاين is an art and passion لازم يكون عندك مخزون في التصميم حتى تقدر تنقله تعليق الدكتور بيلعب دور مهم بعمله أنا أسلوبي I draw for my students, I develop the projects with them. This is my way of approaching design. هيك بسوي مع الطلاب في السنوات ما عدا الرابعة والخامسة. الرابعة والخامسة لازم يكون already عندك سكيل تطول مشروعك تأخذ نقد فيه. في ده. It is beneficial to our students and our staff. في ده, thank you. You are excellent in school and you are excellent as a professor with us. I'm proud teaching with you. لأنه مقولة حطيتها في ثلاثة أو أربعة من كتبي. My best teachers are my students. زي ما حكى ياسر أو حكى نايف اليوم. اليوم إحنا في هذا السيشن أو بالتعليم عن بعد قاعدين نستفيد من طلابنا بلقائهم. كمان الطلاب بتفوت أنت على حصة فيها 40 طالب. 40 طالب بعطوك 40 idea. You may give them 2-3-4 ideas. فلذلك it's important ببعض المراحل نعامل الطالب مخزونه إنه it's a very strong مخزون قوي let me see متخصصين
درست سنتين في تفل لاندسكيب بالمغرب، درست سنة انتو جرافيك ديزاين لاندسكيب بفرنسا، اعمل كانو جرافيك ديزاينر مكتب كبير لاندسكيب بباريس، اريد ان اطور معها ديفلوبينج كونسبت، هل عمل اتمام المسار بالدراسة بعدين اللاند باللاندسكيب يكون جيد؟ طبعا احنا في الجامعات بنعطي جوازات سفر، we are give passports. The rest depends on you. في ناس كثير فوراً بروح بخلص الماجستير، طب البكالوريوس بروح ماجستير سنة في لندن سنة في أمريكا وبرجع بدي يصير أستاذ الجامعة. يعني it doesn't work this way. I'm sorry to tell you this. إحنا جينا كلنا معيدين، قرينا معيدين، بعد المعيدين اشتغلنا and we worked 3-4 years. Then we went for professional landscape degree. Professional. في فرق بين professionality of masters أو تأخذ masters of science in architecture. وكمان الPhD بتعلمك the skills of reading, analyzing and theoretical background. الديزاين تتعلمه في the first 5 years, the basic skills. الديفلوبمنت بالريسيرش هاي موضوع تاني. فلذلك صح لازم تدرس حتى تمارس. من الكتب، بعدد الكتب اللي ممكن تساعدنا كمعماريين كثير. I will prepare some list of books and I will show it to you. عادة احنا بنوزع على طلابنا textbooks. وكمان هذه ظاهرة بالجامعات كلها تقريبا. بالمديسن وبالفيزيكس وبالكيمستري بيجبرونا كنا نشتري كتب. بالعمارة الكتب غالية ومكاتبنا فقيرة. مكتباتنا بجامعاتنا in all I say. In all. الجامعة الأردنية كان عندنا مكتب اسمه مكتب الأغا خان. كان عندنا 360 ألف سلايدز وعطونا 3 years funding and we had more than 1,000 books. Suddenly 5 years all these books disappeared, راحت على المكتبة العامة و start losing it. هلا في عندنا 4-5 ستاندر راح نيوفورت by the way بعده، بس مش هو في time savers for interior designers, time saver for landscape, time في a lot of books. I'll make a list and maybe we could dispatch it on the Facebook some other time. These days we get away from the laws of nature, be it in architecture, engineering, medical profession. Once start going into designs and applications that violate the laws. Very nice. Rais Gar, we have violated the nature. واضح. في مادة بندرسها climatic responsive design وفي design environment courses عنا. وطلع فيديو about 1 hour Leonardo DiCaprio about nature, and there are books. We have done more damage to our, when we start building neighborhoods ونروح 20 دقيقة أو 15 دقيقة أو 30 دقيقة بالسيارة, pollution, traffic, circulation, planners have failed to address the issue of sustainability completely. I think Corona will teach us something new. Please, for me as a student, and I'm going for a graduate of Avonian, I do have the desire to something in architecture enrich the meaning of squares in architecture. How I can make sure that I am practicing something helpful and the way I'm on the right track. Read about cubism in architecture. Read about regionalist architecture. Show here regionalist architecture. في كتاب جعفر طوقان في chapter about regionalism. وواحد إذا ياسر بذكرني في واحد كان في الأغا زهاء أوسكان كان chairman CEO تاع الأغا كان unit الأغا كان foundation. زهاء أوسكان is the best who wrote about critical realism in the Mediterranean. كلنا من إسبانيا لشواطئ فرنسا إيطاليا تركيا لبنان فلسطين جزء من الأردن كبير شواطئ الإسكندرية لمصر سيدي تونس الجيرز. All we deal with regionalist architecture, cubism, color, we share color, form, scale, even the تراكمات الهيستوري من الفراعنة لا لا لليونان لا لا كل هذا تراكمات فبتلاحظ الأنماط المتبعة وأنواع العمارة. هذا اللي بده يستفيد. Let me see if we have more questions. Let me see if I have the questions again. Do we have more questions? Oh, we have. Where is it now? Here, Jason, could you show it? Do you believe that Neufert has any outdated information on measurement in relation to our modern needs, Maha? Aquarius, Maha, good question. No.
Human scale is human scale. Dimension is dimension. What's changing, we have noticed in designing hospitals over 5 years, in mathematics, with physics, with new medical knowledge, with medical engineering, could reshape غرف العمليات, could reshape the environment control systems. Like البلايه هاي, the best building اللي انعملت في شمال اوروبا. Technology is advancing, but the standard of human, بعدنا نفس scale the human beings. We still use the faucet, the shape is different, but the function is the same function. But صار في عنا sensors, صار في عنا controls, صار في عنا effect lighting, but the standards, by the way, Newfort is updated, assign time savers. Time savers في, اللي في إشي تاني لازم تعرفه. في إشي في أمريكا بطلع اسمه Suites Catalog. بطلع حوالي 30 كتالوج, كل كتالوج it's so thick, تقريبا 10 سنتي, زي if you hand me one of the big books please, it's a huge book. Suites Catalog, it's updated every one year. في كل manufacturers اللي بتعلقوا بالعمارة والإنجينيرينج والإندستري والكهرباء والفانيتشر. Suites Catalog, بدك تعرف الألمنيوم تفتحهم تلاقي تفصيلة الألمنيوم أو الماتيريال أو جيمسون بورد and the related thing that you have. Other questions? Deconstruction, لأنه إحنا عملنا project زي هيك سنوات. بسألك دكتور شو رأيك, أو تسألك أدير دكتور شو رأيك بالعمارة الحديثة؟ العمارة الحديثة deconstruction style, هل يمكن أن يتم تقبلها بالأردن؟ Listen to me, يمكن تقبلها بالأردن؟ طبعاً يمكن تقبلها. بدي أصمم مستشفى, بدي أصميه عمارة تراثية. كمان أنا في بعض الأحيان deconstruction which means that Hadid and the other people, yes, you can. Listen to me. New ideas could work anywhere, but you have to read the context. يعني ما بجي على ضانة وبحط فيها. عملوا بالجامعة الأمريكية. بنت زاها حديدة building and I'm not with it. I have seen it. I'm not with it. It does not, it's out of the world. ما إلها دخل in the composition. But if it was a little bit isolated within the campus, كان حفليها ground and rested well, it could work. في ناس اشتغلوا مثل هذا الشغل ونجحوا. ريتشارد ماير في عمارة إله شوي شوي صار توخذ تقبل في نص روما. بس تجي على historic district في blending between the old and the new. صارت بنيويورك. It's a reflection of a church over a glass building. Yes, it could work. But you have to be careful. You have to address it. It does not work everywhere. في Dallas it could work, في Chicago it would work, a new downtown it could work, but you have to respect the neighborhood that you are designing and the context. Next questions. Yes. Nuruddin. Nuruddin. ليش احنا بحاجة للتجريد في العمارة؟ ليش بحاجة للتدريج؟ لا, في فرق بين التجريد وسمبليسيتي. العمارة التراثية القديمة تاع المباني اللي فيها تطريز كتير وornamentation كتير غير التراثية, ما بحكي عن فرناكل التقليدي, بحكي عن المباني اللي موجودة في روما وفي باريس واللي كان فيها شغل الحجر اكستنسيف, زي اللي بنشوف بعض البيوت اللي بتنبني في عمان, ما بيخلوا نوع حجر بحطوه على الواجهة ولا دقدقة إلا بحطوه على الواجهة. لذلك I respect مين اللي عمل poetry of stone, جعفر طوقان, حتى راسم, ومروا فيه معماريين بالأردن كتير. هلأ إذا بسمي ناس بزعلوا, بلال حماد اشتغل, فاروق يغمور اشتغل, فلان اللي هو الجين الثالث. في ناس اشتغلوا كتير من هذول المعماريين to simplify. The young architects recently are doing coming with إشي بيسموه cubism and planar architecture horizontal. تلاقيها زي في معماري أردني ما معروف كتير للناس اللي هو كان شريك لعبد الرحمن البيطار الله يرحم, اثنين ديران فوسكرجيان, ديران الويبدي والحسين مع عبد الرحمن البيطار, كل بيوت القديمة بناها ديران. ديران is not an architect. He has 3 years of a practicing architectural. زي تادو أندو, he doesn't have an architectural degree, بس عنده apprenticeship, يعني في أمريكا يشتغل مع landscape architect أو architect ومعك 3 years degree بالarchitectural technology. بعد 7 سنين إذا بتتجاوز الامتحانات, yes you can be, تقدر تدخل للامتحان to be an architect. يعني يا زلمة في الجامعات إذا ما بكون معك دكتوراه ما بتقدرش تصير بروفيسور. 70% من اللي درسوني بجامعات أمريكا they were not professor, ما عندهم PhD,
لا جون مطلق ولا جيمس تينر ولا لين مارشل اللي كان they were not, they had masters. شباب في practice وفي academic background. صارت الـ PhD it's a trend. أنا بقول لك الـ PhD in scientific fields it work لأنه heavy research اللي هي الفيزيكس الكيمستري ال تقول إذا دكتور الطب بده يدرس 7 سنين سنتين تخصص وسنتين ما بعد التخصص وسنتين internship 11 سنة حتى تصير medical doctor. فلذلك السؤال اللي حكى العمارة ممكن إذا كانت في context. Next. سؤال من شاكر. في سؤال من شاكر خليف. شاكر مرحبا. هل تعتقد دكتور أن المعماري سيبقى يجد له مكان في المستقبل؟ الكل يتحدث عن وظائف المستقبل وتأثير التكنولوجيا الكبيرة. وما هي الأدوات التي من المهم أن أتسلح بها ليكون حاضر؟ شاكر أول إشي لازم تتسلح فيه. Use your hand and your mind. You have to be an environmentalist. You have to go to the basic sciences of environmental solutions. Protecting. يا زلمة ما عندنا صرف صحي زي الأوادم. أنا صرف وزير مية في يوم الأيام. ما عندنا تصريف للمياه صح لأنه we didn't respect the terrain of towns. لأنه ما عرفنا أنه rain water بيجي كل 30 سنة بصير عندك rain water. ما بتستوعب العبارات اللي بتتصمم كل 5 سنين بدك تصمم زي ما حكى الدكتور السلفيتي البلبيسي سوري أو عدنان الصالحي بالجامعة الأردنية أو إخواننا بالإكسبرتس بالووتر مانجمنت ووتر درينج سيستم. You have to calculate. We have to go شاكر to scientific methods. We cannot buildings for people to live. ولا تسحب في مثل بستعمله وبزعلوا منه الناس. استعملوا الله يرحمه جعفر طوقان بزق ولزق. You can't anymore. Actually, we drafted from the scientific backgrounds of being good architects. حكى هلا أخي نبيل mathematicians, historians, politicians. يا زلمة politics. In politics, if you don't have science background, you will be a failure as a politician. على فكرة لا تزعلوا في ناس كتير بزعل. ترى most of us are politicians, but most of the politicians we الباكجراوند ترى ضعيف معنا بالثقافة. إلا في بعض الدول المتقدمة. Sorry. البوليتيشنز في ثقافة وراء. تلاقي professor in economics leads the economy of this. Professors of this. بالاركيولوجي بتلاقي الديبارتمنت. رؤساء الجامعات. كمان إحنا بعد مرات. أو الدينز أو whatever زملائنا. يا عمي لما تنقي دين بدك تنقي الدين عنده solid qualification. رئيس الجامعة بده يكون رئيس جامعة بهز وبرز. إنه الكريدنشلز تبعه is highly respected. زي الاركيولوجي. Let's go back. هلا حكى أخي نبيل إنه في scientific background we have to respect the environment and work with the environment to lead. If we want to lead هذا الموتو في الAUM we reach before we teach but we have to read to lead. I think هذا اللي اليوم بنعمله أو اللي عملناه أو اللي بعملوه الآن التعليم عن بعد. الكل قلقان أخوي وزير التعليم زميلي وأستاذي وزملائنا about the evaluation عن التعليم عن بعد. هو لفتنا على التعليم بقى اصبر علينا شوية ناس ولا اعطونا give us a breathing space so we could evaluate. في طلاب ما بيقدروا يطلعوا باي دوي عنا ما عندهم نت. في طلاب بيبعتونا على الواتساب. في طلاب ما عندهم ووتر كولرز. في طلاب عندهم 4-5 قاعدين في البيت مع أولادهم بدهم يزرقوا يعطي الأستاذ يعطي محاضرة عن هياس kids in town. في 3 في overload. فlet's slow down think about and maybe this is a good paper for us. And unfortunately, during this process, I started writing my design process during the corona crisis. How to design while you are doing this. This is how we should approach our design. I think شوية بجوز نختلف في بعض الآراء. Yes, we want to evaluate it. Yes, we will do it. وكمان اليوم صار حكي عن الإكزامز. It's not my utmost important. The whole world is collapsing. I'm worried mostly about how to. The most important the AUM, which is dealing, وهذا ركز عليها أخي نبيل في كذا مسج بيني وبينه. كيف المبادرة to reach as much as we can and share with people the knowledge that we have at home. This is the success story. The other duty, الله يعين نايف ويعين ياسر administrative process تبعهم. Doctor, do you prefer the modernism? We answer this. Could an architect who's practicing for around 15 years shift his career? Ya salam alaikum, of course.
ب 1985 درست بتكساس A&M University. أخذت منحة 84 doing the PhD and a visiting lecturer paid. فدخلت على سنة ثالثة landscape design كان مع جون مطلق leading landscape architect. لقيت عندي 6 طلاب من 36 طالب 6 above 30 years of age career change students. أخي الكريم هذيك النهار واحد قال لي أنا دكتور غيرت من الدكتورة ورحت من الدكتورة للعمارة change career yes لأنه كمان إحنا بندخل بعد مرة زي إحنا رحنا على أيوب ما كنا عارفين أنا ما كنت عارف في architecture زي اللي فايت على مسلخ خروف صغير وبده يسلخوه ولا عارف رحت civil engineering قعدت شهرين كان في مقدم دكتور بدرسنا statics بالcivil engineering أخذت 40 من 100 هذا وأنا جايب علامة ممتازة بالتوجيه وبعثه قلت لا يمكن أضل في السيفل إنجينيرينج أنا مش تبع مريت شفت ناس برسموا قلت شو بتسووا قال إحنا طلاب عمارة شو بتعملوا yes you can change your career after 10 years or 15 years it's never too late هل فعلا في opposition composition سيئة أو مستحيل تطور عليها لحد إن تغيرها سؤال حلو كتير أنا بختلف مع بعض الأساتذة في بعض التعليم في بعض الأمور بالجامعة الأردنية في كاتانيا وين مدرست ما بصير طالب يقعد أربعة أشهر أو شهرين يشتغل في كونسبت ونجي بعد شهرين نقول له غير مشروعه ما بزبط الكونسبت it doesn't work this way لأنه ما ممكن تتعلم بفصل كل إشي you should build your concept within the first two weeks إذا ما تغلبت بالكونسبت go to functional designs and come up with a functional solution أما تقعد تغير بكرة بيجيك في الكلاينت ما بتيجي تقول له والله أنا حلمت مبارح أنه العمارة مش مزبوطة بقول لك وأنا حلمت أنه أنت ما بتستاهل تأخذ 50 ليرة كديزاينر أو 5000 دينار You have to be careful إحنا ما بصير نشجع الطلاب to keep on changing their design ما بحكي أنا عن graduate project is different لأنه بده يشتغل بس بحكي بسنة تانية وثالثة ورابعة بيشتغل الطلاب وتجينا في آخره نايف وياسر كانوا دائما مع طول ما نشوف إحنا نفوت على الجوري ولا الكونسبت ما إله دخل في اللي شفنا أول مبارح أو قبل شهرين هذا مزعج للطالب أكثر من الأستاذ مين في عندي كمان كامل مها أوكي إيمان شحادة Thank you doctor Could you please tell us civil engineering the need of road landscaping قبل الرود لاندسكيبينج يا مها إيمان إيمان تحياتي لك إيمان worked in my office few years back تحياتنا لك إيمان when you work في رود لاندسكيبينج في رود alignment first when you do the road alignment vertical and horizontal the landscape architecture we took two courses of road alignment to landscape the roads And the road landscaping within towns it's different than highways. Highway than الطرق الفرعية أو الرئيسية أو إلى آخره كل واحدة لها طريقة بالتعامل وهذا كان يدرس في مواد اللاندسكيب لما بالبكالوريوس في مادة اسمها road layout and road landscaping design. This is a whole story. مع الأسف ما في بالأردن إلا شارع واحد اشتغلنا أو اثنين. الامريكان سكول وانت داخل عليها على اليمين بتلاقي في لاندسكيب حوالي 2 كيلو I did this 13 years ago والشارع اللي بفوت على الديوان الملكي اللي في خلدة امتداده we did this قبل حوالي كمان 12 years the rest we do haphazard landscaping وبنزرع ما بنشوف الا حدا حط لنا شجرة زلزلخ it's a good tree ناسين it's a poisonous plant which means اربع بيري منها كافية تأخذ طفل صغير أو واحد على المستشفى فلذلك we have to understand إنه الغار إنه اللاروس نوبيليس الغار الكاروب تريز في تريز عندنا في كابريسس السرو والصنوبريات في كتير عندنا نباتات تصلح للرود لاندسكيبينج زي طريق المطار انعمل قبل 30 سنة وأجوا لما وسعوا أجا كان في لاندسكيب أركيتكت بريتش عمل الديزاين إله وزرعوه لكن وكان very beautiful بعد كذا سنة بلشوا يقصقصوا منه ومعظم الطرق صارت haphazard لأنه
أنا اشتغلت كرئيس لسلطة العقبة الخاصة وللبتراء، كنت مستشار للأمان. لدينا في هذا الوطن في البلانينج تخطيط مبتور وجزئية المعرفة في الوطن كله العربي باستثناء الدول اللي بتستعين قاعدة بخبرات وبتطبقها. يعني لما يجيبوا بلانر بيسووا شو اللي بيحكيه البلانر أو اللانسكيب أرجيتك كونسيرنينج ذا نوليدج. إحنا عندنا جزئية المعرفة، يعني بنصمم بيت بس ما بننتبه إنه الدرجات الثلاث اللي برا بده واحد يتعرقل فيهم لأنه درجة تختلف عن درجة. قانون في أمريكا practicing landscape architecture في الامتحان avoid single steps they are hazardous، يعني إذا سويت درجة مش 12 ل 14 سنتي إذا 16 وقع واحد عليها you will be sued. يمكن I think فاروق فيدراوس بن ناند what do you think about BIM technology؟ آه nice BIM technology. شاكر is with us. إذا شاكر with us please يطلع على ال إذا بعده معنا، إذا ما إذا طلع it's okay. BIM lab المهندس يزن is doing a project موجود. ممكن تطلع معنا يا شاكر؟ شاكر سامعني؟ okay. BIM building information system، في building management system، في تحياتي دكتور شاكر. تحياتي. سأل واحد مساء. عن كيفك متألق دائما الله يخليك من بعدك فردوس. تسأل عن البيم تكنولوجي فبقول البيم تكنولوجي it's a science، لأنه شو الحلو في البيم تكنولوجي بتدخل المعلومة على المخططاتك، أي تغيير في المعلومة automatically بتلاقيها تعدلت على الديزاين، تعدلت على الكوانتيتيز، تعدلت في كل التخصصات. فبيم تكنولوجي بيلدينج انفورميشن مانجمنت زي بيلدينج انفورميشن تكنولوجي، في خصوصا في الهوسبيتال، في البيج فانكشنال، في الايربورت، لما يصير عندك سيستم تو شت داون اوتوماتيكلي تكون الزون معروفه وعلى فكره this is a new knowledge in Jordan but it's coming out very strong. أبداً 100% اللي تفضلت فيه دكتور صحيح، وفعلاً هي I think إنها واحدة من التكنولوجيز اللي عم بتكون إلها فائدة كبيرة اليوم باستخداماتها سواء للأركيتكتشر أو بكل خلينا نحكي كل الستيك هولدرز اللي معنيين بقطاعنا. ويمكن أنا كمان شهادتي فيك مجروحة، أنت من الناس الأوائل اللي برضو بيستفيدوا من التكنولوجيا وبوظفوها قاعدين بشغلهم. وإلنا الشرف كان نكون موجودين معك بواحد من البروجيكتس اللي إن شاء الله راح تشوف النور قريبا بعد ما نخلص من أزمة الكورونا بإذن الله. حبيبنا أولا خليني أقول لك شاكر I am proud of what you are doing guys. مجموعة منكم شباب جدد تقودون المرحلة القادمة. دائما I think the youth leads and the old people في شوية wisdom وشوية knowledge. المخزون اللي موجود عندنا ممكن يساعد الترايب والتراست والستمينة والعزم اللي موجود عندكم مشان ما تحبطوا. في حدا سؤال شو الكالرز علاقتها بالميديترينيان والاركيتكتشر؟ ترجع للكلايماتيك ريسبونسيف ديزاين. كلايماتيك ريسبونسيف وايتش اركيتكتشر بالكوستال ارياس. كالر از اترند ان ذا ميديترينيان وأجد في تناقل الحضارات كان بالداخل أو بالخارج. فيس سيدي بوسعيد ميكونس آيلاندز the white architecture مورش architecture اللي موجودة على السواحل تقريبا تتشابه الكوستال لانسكيب، يتشابه المورفولوجي of architectural فيها وكمان بالكالرز بكل الأصناف the way people eat طبخاتهم culture movement color حتى اللبس في بعض الأحيان في north of the Mediterranean south of the Mediterranean. أعتقد أجبنا على معظم الأسئلة إن شاء الله نكون حاولنا. أخي نايف تحية مسائية لك رئيس اللي قال معنا طول هالفترة. أشكرك سيدي على اجتماعك ومشاركة. شكرا great very interesting informative و بتخلي الواحد يحب يصير architect. Thank you. ترى it's never too late sir.
أنا بدي أصير مهبد. أنا بدي أصير مهبد guys, كل اللي بيسمعوني حكى إنه درسني بالAUB. أنا قالوا لبنقان مروان معشر دنيز كرم خالد طوقان واز نمبر 1 بريليان أسامة ماضي. إحنا كنا درسنا كان يدرسنا لاب ولحد الآن بتذكر كان يحمل نوت بوك ويحط علامات شوية كان يميل إنا إحنا اللي جايين من شرق ومن غرب يعني من فلسطين من الأردن لأصول يميل إنا شوي يعني إنا صعنا بعلامة جبنا 7.5 ما كان يحط لنا 8.5 إلا إذا بنعيد الأمور. He has a good memory. شاءت الأقدار إنه now under your umbrella again. It's a proud. I am proud to be at this university because of two reasons. العدد اللي فيها, الفاكولتي اللي فيها, thrust اللي فيها, والconcept اللي فيها. Thank you. Thank you, دكتور كامل. بالواقع بلكن يعني صرنا مرهقين يعني معظمنا بلكن بالكلية من الساعة 9 لها حد هلا عم بنحاور وكان عندنا اليوم مجلس وناقشنا مواضيع كثيرة. صحيح كمان النقطة اللي هي less is more دكتور هاي النقطة مهمة جدا وباعتقادي كمان تبناها الرئيس هذا الموقف لكن we should think in a creative interactive ways في هاي المرحلة وأنا باعتقادي تجربتنا راح تكون ناجحة وإن شاء الله نعممها بظروف أحسن من هيك. شكرا لك. One last thing, I would like to thank Dr. Sami Tal a lot. He initiated the whole thing. He was following up for each and every. هلا دكتور في كمان فكرة تانية. بدنا نعمل دوكيومنتري عن الأونلاين وبدأ دكتور يعني عشان راح نشتغل فيها هي على عنا على الجامعة فبالتالي راح نبدأها بالكلية وقد تكون على مستوى الجامعة. يعني الإكسبرينس أو الإكسبرينس بالأونلاين. هذا فيلم 3 minutes بعدين بنعمله 1 minute وبعدين 30 seconds. لو سمحت الدكتور نايف يعطيكم العافية. شكرا دكتور كامل يعني ما شاء الله يعني بدعت في محاضرتك. بس حاب أعطي إعلان إنه عندنا الخميس الجاي من ضمن سلسلة المحاضرات في عندنا محاضرة عن virtual reality فرايحين نعلن عنها ويكون البوستر تاعها نازل اليوم ممكن ينزل البوستر تاعها لمحاضرة الخميس الجاي راح تكون عن الفيرتشوال رياليتي خصوصا لطلاب الفيجوال كوميونيكيشن وطبعا راح تكون مفتوحة بابليك لكل الناس وفي عندنا سلسلة من المحاضرات الاونلاين راح تضل كل اسبوع في عندنا واحدة او ثنتين نعلن عنها وشكرا لكم شكرا للجميع شكرا للجميع. Thank you, thank you, نايف. Thank you, ياسر. زايد كل اللي كانوا معنا مين اللي كانوا معنا اليوم. Thank you all guys, Cesar. We are proud of you. Thank you. نراكم قريب. شكرا للجميع. شكرا لك دكتور.